جاي لك يا فرجاني، خليك قاعد تحت الدش لحظه واحده. لحظه، اوعى تتحرك، حاجه بسيطه وراجع لك. هنعمل الدنيا مع فرجاني ساسي. رجع جلستك لورا، ارجع شوي لورا. ايه بس انت وباصص الكاميرا، انت وباصص الكاميرا. لا طلع الكاميرا. لسه تقوم على شنو هي الحكاية؟ لأني ما حبش أتأخر على التمرين، ليش كانيش أسرع دش؟ الحمد لله إن ربنا عدى الفقرة دي على خير.